بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب، ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يؤويه ويحميه بين قبائل العرب، واجتمع في موسم الحج بثلاثة من قادة قبيلة بني شيبان الواقعة بين الفرس والعراق، كان أبرزهم المثنى بن حارثة. قال لهم رسول الله: هذا هو الإسلام الذي يساوي بين الرجل والمرأة والحر والعبد، ويؤكد لكل الخلق أن أكرمهم عند الله أتقاهم. والله يا أخا قريش، إن دينك يدعو إلى مكارم الأخلاق، ظلمك قومك لما حاربوك. ولكننا لا نستطيع أن نترك ديننا ونعتنق دينك في جلسة واحدة. دعنا نرجع إلى قومنا فنتشاور معهم في أمر دينك الجديد. نظر الرسول إلى المثنى بن حارثة وسأله عن موقفه. وأنت يا مثنى؟ والله يا أخا قريش، قد استحسنت ما تقول، وإني على استعداد أن أحميك من العرب إذا حاربوك، ولكني لا أستطيع أن أحميك من الفرس لأنهم الأقوى، وقد علمتني الحياة أن الحق دائماً مع الأقوى. قال الرسول: علمنا ديننا أن الحق مع صاحب الحق، سواء كان قوياً أو ضعيفاً. لا أفهم ما تقول، ولكن إذا أردت أن نحميك فلن نحميك إلا من العرب. قال الرسول: لا والله، لا أستطيع أن أعاهدكم على ذلك، فلا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. ما أجمله من طعام شهي. لماذا لا تأكل يا صديقي؟ لست جائعا. الطريق أمامنا طويل حتى نعود إلى بلادنا. دعه يا هانئ، يبدو أنه ما زال يفكر في كلام محمد بن عبد الله. نعم أفكر فيه، أعلم أن انتصاره على أعدائه صعب للغاية، ولكن أمر هذا الرجل غريب حقا. كان يمكنه أن يقبل حمايتنا له من العرب ثم يبحث عن آخرين يحمونه من الفرس. في رأيك لماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه صاحب مبدأ. مبدأ؟ نعم، ألم تسمعه حين قال: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. وماذا يعني ذلك؟ يعني أن دينهم لا يقبل المساومة ولا المداهنة، وهذا هو سر تمسك أصحابه به. ليتمسكوا بدينهم كيف شاءوا، ولكننا لا نقدر أن نحميهم من الفرس بأي حال. لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه. المثنى في منزلي، إنه شرف كبير. جئتك في أمر مهم يا هانئ، وأرجو أن يتسع صدرك له. تفضل يا صاحبي، صدري متسع لك في كل الأحوال. كنت بالأمس في منزل أرملة أخيك وأولاده. ها؟ ولماذا زرتها؟ هي التي طلبت زيارتي، أرادت أن تشكو لي مما فعلته أنت بها. وماذا فعلت؟ استوليت على أرض أخيك وماله بعد وفاته، ولم تترك شيئا لزوجته وأولاده. المال مالي والأرض أرضي. كلنا نعرف أن أخاك كان شريكا لك في تجارتك. سأقوم بالإنفاق على أولاده وأرملته. المرأة لها حق عندك، وقد وكلتني أن أطلبه منك. منذ متى وأنت تدافع عن صاحب الحق؟ ماذا تقصد؟ هل نسيت ردك على محمد عندما التقينا به في مكة؟ ألم تقل له ساعتها إن الحق مع الأقوى وليس مع صاحب الحق؟ بعد 13 سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة، وانتشر الإسلام، ودانت له قبائل العرب بالولاء والنصرة. أعرف فيما تفكر يا زوجي العزيز، تتمنى لو كنت نصرت رسول الإسلام
عندما التقى بك في الحج منذ 13 سنة. نعم، لو كنت فعلتها لكانت قبيلتنا بنو شيبان مكان يثرب الآن، وأصبحت هي المدينة المنورة. هل عرفت الآن أن الحق لا يشترط أن يكون مع القوي كما علمك آباؤك وأجدادك؟ قررت أن أدافع عن الحق أينما كان، كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ تقول رسول الله؟ نعم يا سلمى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يا الله، شهادة تأخرت كثيراً يا مثنى. أتسلمين معي؟ أسلمت من قبلك، وظللت في انتظار أن يدخل نور الإسلام إلى قلبك. هيا بنا نسافر إلى المدينة المنورة وتلتقي بصديقك أبي بكر خليفة المسلمين وتعلن إسلامك أمامه. سفري إلى المدينة لن يفيد الإسلام. مسيلمة الكذاب وجموع المرتدين عن الإسلام يحاربون الآن أبا بكر، ويريدون القضاء على الإسلام بعد وفاة الرسول، والفرس يمدونهم بالمال والعتاد. مثنى، فيما تفكر؟ نحن هنا قريبون جدا من الفرس، وبإمكاننا أن نقطع مددهم عن أعداء الإسلام. تقطع مدد الفرس؟ إنها أقوى دولة على الأرض. ولكن الحق ليس معهم. إنها مغامرة كبيرة يا زوجي. ليس أمامي غيرها، لقد خذلت رسول الله حيا، وعلي الآن أن أنصره بعد موته. في المدينة كان خالد بن الوليد يتحدث مع عمرو بن العاص عن بطولات المثنى بن حارثة ورجاله من بني شيبان. يا سبحان الله، استطاع المثنى أن يشغل الفرس عنا حتى كفانا شرهم وتفرغنا للمرتدين عن الإسلام. والله يا خالد، ما رأيت في شجاعة المثنى من قبل. ليس عربيا، ولكنه دافع عن العرب وبدون أن يرجع إلينا. أعرف المثنى جيدا، إنه يريد أن يعوض الإسلام عما فاته منه. جزاه الله عنا خيرا، لقد علمت أنه أصيب إصابة خطيرة أثناء محاولته قطع مدد الفرس إلى أعدائنا. منذ عرفت ذلك وأنا أدعو الله أن يشفيه ويعافيه. حمدا لله على سلامتك يا حبيبي، علمني الطبيب كيف أضمد جرحك. سيطيب جرحي على يديك بإذن الله. حذرتك من قبل، قلت لك إنك لن تقوى على الفرس. الحمد لله الذي أعانني عليهم وساعدت المسلمين في محنتهم. ولكنك خسرت الفرس، أقوى حلفائنا. ليسوا أقوياء، القوة مع الحق، والمسلمون هم أصحاب الحق الآن. الفرس جيراننا والمسلمون إخواننا، ولن نتخلى عنهم أبدا. ألا تخشى على حياتك؟ لا والله، حتى لو مت فسوف ألقى رسول الله في الجنة. سأنظر من الطارق. انتظري، سأفتح أنا الباب. لكن انتبه لنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رسول أمير المؤمنين أبي بكر الصديق. يقرئك السلام، وحملني هذه الرسالة إليك. بسم الله. أخبرني يا حبيبي، ماذا يريد منك أمير المؤمنين؟ يشكرني على ما فعلته من أجل الإسلام والمسلمين، ويدعوني إلى زيارته في المدينة المنورة. وهل ستلبي الدعوة؟ طبعا يا سلمى،
أنا في شوق طويل لهذه الزيارة. فور وصوله إلى المدينة المنورة ذهب المثنى بن حارثة إلى قبر الرسول ووقف أمامه متضرعا. السلام عليك يا رسول الله، أعلم أن الملائكة تسمعك سلام من يصلي عليك، ولكن هل بلغك ما فعلته أنا من أجل الإسلام؟ هل علمت أني أردت أن أنصرك بعد مماتك، لأني خذلتك في حياتك؟ هل قبلته مني يا رسول الله؟ هل سمحتني وعفوت عني؟ أشهدك أني قد عملت بما تعلمت منك. علمت أن الحق مع صاحب الحق، فدافعت عنه وعاديت من أجله صاحب القوة، وعلمت أنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، فأحطت به من جميع جوانبه ووهبت حياتي من أجله.